اليوم بس قبل ما نبدأ المحاضرة ما اليوم ريح شوية، بس أرجع عن محاضرة اللي يعني اللي أخذناها ذاك الأسبوع عن ال memory devices، بس حتى نتذكره. لا هاي ما اليوم، هاي محاضرة الأسبوع اللي فات. قلنا أنه أكو نوعين من الميموري ديفايسز، هي الرام والروم. الاختلاف البنات بسيط جدا، أنه الروم يعني بس بالإمكان بالحالات الطبيعية، بالحالات الاعتيادية بالإمكان أنه نقوم بعملية قراءة الداتا اللي موجودة بها، بينما الرام ممكن أنه نقرأ وممكن أنه نكتب عليها بالحالات الاعتيادية. فبالتالي ايش راح يصير؟ خلينا نلاحظ البلوك دايجرام. بالنسبه للرام عندنا خطين، الريد انيبل والرات انيبل، بينما بالبلوك مال الروم عندنا خط واحد فقط اللي هو الريد انيبل. طبعا واثنين بهم تشيب سيلكت، واثنين بهم عدد من خطوط الادرس اللي هو انبوت، واثنين بهم عدد من الخطوط للاوتبوت. لكن هذا الاوتبوت يكون بحد الروم عبارة عن اوتبوت فقط، يعني هاي الخطوط عفوا سميتونه اوتبوت، لازم نسمينه داتا، لازم نسمينه داتا لاينز. بحالة الروم هي عبارة عن اوتبوت فقط، يعني اتجاهها هي الخروج من الميموري الى الجهة الثانية اللي تكون عادة المايكرو بروسيسر. وبحالة الرام يكون الاتجاه مال الداتا هو input output، لأنه ممكن أنه نقرأ منه وممكن أنه نكتب عليها. إذا هذول هي الفرقين الرئيسيين. هذا بالنسبة لي البلوك دايجرام، الجنرال بلوك دايجرام مال أي رام، مال أي روم مهما كان حجمه، هو هذا. فتحفظونه وكلش مهم. جينا نحكي عن الميموري مال 86 مايكرو بروسيسور اللي احنا من بداية السنة لحد الآن، يعني لما نكتب برامج نعتبر انه اكوش ميموري مربوطة على 86 مايكرو بروسيسور، وحجمه هو 1 ميجا. طلع واضح الصوت وكله اوكي؟ نعم استاذ. نعم. فقلنا انه اكوش ميموري حجمه 1 ميجا بايت، وال 86 مايكرو بروسيسور دائما لما نكتب البرامج مالته على اساس انه هاي الميموري موجوده ومربوطه معانه. زين هاي الميموري ربط الهاردوير مالته الحقيقه اشنو هو اللي اخذناه بنهايه المحاضره السابقه بهذا الشكل. قلنا انه بينو يعني ما اكوش بلوك واحد يعني يحتوي على كل ال 1 ميجا لوكيشنز، وانما عندنا بلوكين كل واحد منهم هو حجمه 0.5 ميجا اللي هو 512 كيلو، وكل لوكيشن منهم اثنين هو حجمه 8 بت. وطبعا اللي من جهة عادة نرسمه من جهة اليمين نسميه اللو بانك او الايفن بانك، والسبب بمال هذه التسمية انه هو يحتوي على الايفن يعني ادريسز، وبالنسبة للهاي بانك يحتوي او الاود بانك يحتوي على الاود ادريسز. الان طبعا الايفن بانك قلنا انه يحتوي على خطوط الداتا من دي 0 الى دي 7، بينما الاود يعني قصدي انه اللوكيشنز مالته اذا نقلت الداتا من او الى المايكرو بروسيسور راح تنقلها عبر خطوط الداتا اللي هي من دي نوت الى دي 7، ما تحتاج اكثر من 8 خطوط لانه كل لوكيشن هو 8 بت. في حين انه الهاي بانك مال هاي الميموري تكون اللوكيشنز مالته مربوطة على خطوط نقل الداتا من دي 0 الى دي عفوا من دي 8 الى دي 15، وايضا هي 8 بت، لكن هذه الهاي داتا لاينز نسميها الهاي داتا لاينز. الان لما تتم عملية النقل ايضا اما يعني منو اللي راح يتحكم؟ راح ناخذ الادريس من اللو بانك لو من الهاي بانك. عندنا 4 حالات. الحالة الاولى انه احنا نريد ننقل 8 بت من اللو بانك، بما انه من اللو بانك معناته الادريس اللي احنا اعطيناه بالايعاز اللي راح يعني ناخذ منه او نعطينه هو ايعاز اشني صفته من يقل لي اذا من اللو بانك صفة ست زوجي. نعم زوجي. فبالتالي قيمة البت اي نوت اللي هو اول اي زيرو اللي هو اللور بت من الادريس بحالة انه ادريس زوجي تكون 0. فبالتالي احنا خلينا ربطنا تشيب سيلكت مال اللو بانك على اي نوت، فبالتالي صار
يعني هو بمثابة enable لها. من يكون أكوش أدرس زوجي رأساً هذا اللوبانك غير يشتغل زين. يا من يا من يا location من هاي locations غير يشتغل اعتماداً على باقي الخطوط مال الأدرس اللي هي من A1 إلى A19. زين ليش عدد 19 فقط؟ لأنه 512 كيلو هي 2 للأس 19، فبالتالي إحنا محتاجين 19 خط للعنونة لكل واحد من ذوي البنكين. الآن بالنسبة للحالة الثانية، إذا طبعاً البنك هاي إنيبل أيضاً يكون يعني يحسب ضمن الأدرس بس، قلنا لأنه الجبس يربط على الجبس لك مال هاي بنك، بحيث إذا غدنا ننقل بايت واحد مثلاً ولكن الأدرس مالته فردي، فالبنك هاي إنيبل غير تتفعل يعني يصير صفر، في حين الأي نوت غير يكون واحد لأن الأدرس فردي، فيتم نقل الداتا من الهاي بنك من أو إلى الهاي بنك. الآن الحالة إنه نريد نقل 2 بايتس، يعني عندنا يعاد يتعامل مع الميموري ياخذ أو يعطيها 16 بت، فكل من أي نوت والبنك هاي إنيبل غير يكونون صفر، اللي هو حالة إنه الأدرس زوجي، فراح يتم نقل 16 بت كلتها خلال بس سايكل واحدة، اثنين من البنكين راح يكونون مفعلين. الحالة الرابعة والأخيرة اللي هي حالة خاصة، أنه مطلوب نقل 16 بت لكن الأدرس فردي، فبالتالي راح يتم النقل على مرحلتين أو على 2 بس سايكلز. البس سايكل الأولى راح تفعل الهاي بنك يعطون يجي الأدرس المطلوب اللي هو فردي، فمن يجي راح يقفل يعني يقفل اللو بنك لأنه أي نوت راح تكون إيش؟ راح تكون واحد، فما يشتغل الجيب سيلكت، والبنك هاي إنيبل راح يكون صفر يشتغل الجيب سيلكت مال هاي بنك، ويتم نقل أول 8 بت على الخطوط من دي 8. انتبهوا على هاي التفاصيل كلش مهمة، ويجي عليها فراغات وأسئلة. يتم نقل الداتا بأول بس سايكل على دي 8 إلى دي 15، في حين بالبس سايكل التالية راح يتم نقل البايت التالي واللي راح يكون الأدرس مالته زوجي. ليش؟ لأنه هو موجود بالنكست لوكيشن، فغيح رأساً إيش يصير؟ أي نوت يصير صفر، بنك هاي إنيبل غيح يصير واحد، ويتم عملية نقل البايت الثاني على خطوط النقل من دي نوت إلى دي 7 من اللور بنك. هاي التفاصيل كلش مهمة، حبيت بس أراجعكم بيها، لأن اليوم همين غيح نحكي على إيش؟ على الميموري ديفايسز، لكن غيح نحكي على شغلة اللي هي أنه إذا إحنا بدنا نربط ميموري ديفايس، هو بالحقيقة أقل من 1 ميجا بايت. يعني أوكي إحنا هذه الإمكانية مع الـ 86 مايكرو بروسيسور يجوز إحنا ما نحتاجه، يعني ما نحتاج إنه نستخدمه بكل إمكانياته من ناحية الميموري، أو إحنا ما كان متوفر عندنا ميموري 512 كيلو و512 كيلو نريد نربطه، وإنه عندنا حجم أقل من البلوكات. فهل بالإمكان أنه نربط ميموري بأي حجم نريده إحنا على الـ 86 مايكرو بروسيسور ويتعامل معها عادي؟ طبعاً الموضوع يتعلق بالربط الهاردويري، إذا إحنا ربطنا الميموري صح، الهاردوير مالته ربطناه صح على المايكرو بروسيسور، فبإمكاننا أنه نخلي المايكرو بروسيسور على طبيعته وعلى عزاته المعروفة أنه يتعامل مع ميموري هي حجم أقل من 1 ميجا بايت، بس طبعاً ما ممكن أنه أكبر من 1 ميجا بايت، لأنه الأدرس يحكمنا، خطوط الأدرس هي مال المايكرو بروسيسور هي 20 خط. بس طبعاً حجم الداتا لازم يكون بالميموري اللي راح نربطها هو 8 بت باللوكيشن واحد فقط. خلينا نجي ناخذ أمثلة ونشرح على هاي الأمثلة. طبعاً احنا عندنا حالتين او يعني ايه حالتين من الشيء نسمينه الادريس ديكودينج، اللي هي احنا ويس بتظهر شغلة الادريس ديكودينج لازم نحنا يعني نقوم بترتيبه من ناحية هاردوير مثل ما قلت لكم، حتى نخلي مايكرو بروسيسور يطيق يتعامل مع ميموري حجمه اقل من 1 ميجا. فتظهر هذه الحالة مثل ما غيه نوشع بالإكزامبلز، ونقوم بها إما عن طريق استخدام ناند جيت ديكودينج أو الديكودر 138 راح ناخذه بعد شوية.
هساتا رح نبدي بإكزامبل، وعلى هذا الإكزامبل رح أشرح لكم الفكرة. يقول design the hardware required to implement، طبعا الصيغة مع الأسئلة تكون ثابتة بهذا السؤال الموجود أمامنا. design the hardware، ما دام يريد من عندكم التصميم مع الهاردوير، فأنت من المطلوب أنه ترسمون بلوكات مع الميموري وترسمون الرابط مالته. الرابط مالته على أساس أنه أكو 86 مايكرو بروسيسر رح نربطهم علينا. فأش إيش المطلوب؟ إيش تكون هاي الميموري؟ حجمه design the hardware required to implement 128 كيلو في 8 رام. طبعا من قلنا أنه هي رام، أوكي نعرف الجنرال بلوك دايجرام مال الرام إيش هو، مثل ما أخذنا المحاضرة السابقة. حجمه 128 كيلو، وتبدأ من الأدرس 20,000 هكسا، هذا physical address، ورح نبنيها باستخدام بلوكات أصغر منها حجما اللي هي من 64 كيلو في 8 رامز. يعني لحظة، أنا رح أبني رام حجمه 128 كيلو في 8، وال يعني رح أبنيها ما أنه عندي بلوك واحد جاهز حجمه 128 كيلو في 8، وإنما عندنا بلوكات من الرام حجمه أصغر اللي هي 64 كيلو في 8. زين، فحسيت احنا كم وحدي من هاي ال 64 كيلو في 8 نحتاج حتى نكون ال 128 كيلو نحتاج الى. يعني احنا عملية قسمة بسيطة، تقسموا 128 كيلو على 64 كيلو، فايش قد يطلع لكم؟ 2. نعم بالضبط، معناته راح نحتاج 2. هاي المعلومات اللي معطات بالسؤال حاليا مثل ما قلت لكم لازم تعطى لكم حتى تعرفون ترسمون الرسم الربط، اللي هي حجم الذاكرة المطلوب انه نربطها، حجم البلوكات اللي راح نستخدمها حتى نربط هاي الذاكرة، وعنوان البداية او الستارتنج ادريس، وراح نرجع اشي اثر هذا الادريس وشان يعني فينا. تعالوا خلينا نبدي بالحل. انا خليته الحل، يعني ما كتبت الارقام حتى سوا نحله. اول شيء، اول ما نبدي نقول انا لا حتى اعرف شلون اربط، غير اعرف كم بلوك من هذا 64 كيلو راح احتاج حتى اكون 128 كيلو. فعمليه قسمه بسيطه مثل ما قلنا، 128 كيلو على 64 كيلو يساوي 2، معناته عندي بلوكين. خذوا قاعده طلاب، خذوا قاعده انه دائما دائما عندي لو بانك وهاي بانك، يعني لازم البلوكات اللي عندي رايح اقسمهم على جزئين، جزء رايح اخليهم باللو بانك وجزء بالهاي بانك. وطبعا الادرس اللي رايح تكون بها همين رايح اللو بانك رايح يحتوي على الادرس الزوجية، والهاي بانك رايح يحتوي على الادرس الفردية، مثل ما اخذنا بالربط مال ميموري مال 86 المحاضرة السابقة. الان يعني ما يصير ناخذ بلوك واحد 128؟ لا بهاي الحال يعني هو يصير، بس انه لا دحق، اذا اخذنا بلوك واحد حجم اللوكيشن الواحد لازم يكون، ما انت دحق، ال 86 مايكرو بروسيسر الداتا لاينز مالته 8x8، فانت اكوش عندك احيانا تحتاج الى انه يعني تتعامل مع 16 يعني ذاكرة، عفوا تتعامل مع ميموري لوكيشن تاخذ منه او تعطينه 16 بت. فانت هاي الذاكرة اذا تريد تربطها كبلوك واحد وحده ممكن كوية، يعني ما انه شيء ما ممكن، بس انا ما كن يعني عطيته الطلاب ما التغى هاي الحالة. ليش؟ لانه دائما استخدم بلوك الحجم الداتا مالته 8 بت. إذا مثل ما قد تحكي كان عندي بلوك واحد أريد أجي أربطه على المايكرو بروسيسر، فبهاي الحالة إذا كانت خطوط الداتا مالته 8 بت لها علاقة بالزوجية والفردية؟ هسه أقول لك، إذا إحنا بلوك واحد لازم يكون إما حجم الداتا مالته 16 بت، زين، وتربطه على 16 داتا لاينز كلتهم، هو راح يحتوي على الأدريسز الفردية والزوجية كلهم سوا. وإذا كان حجم الداتا مالته 8 بت، فأنت إيش راح تحتاج في الحالة؟ تحتاج إنه لما تتعامل معانه دائما مع أدرس زوجية
إيه لازم دائما مع دراسة الزوجية، ولازم بس 8 يعني 8 بت من تكتبي عاز، ما تكتبي عاز ابو 16 بت، عرفتي شلون؟ تلغي اي نوت. تمام. اي فيعني ما اريد يعني ادخل هاي الحاله، يعني ماكو داعي. انت بس دائما خذوا عتكم انه راح نبني ميموري معينه من بلوكات اصغر منها حجما، ودائما احنا راح نقسم الى ايفن بانك واود بانك، ودائما راح يكون الحجم الميموري المطلوب اذا قسمناه على حجم الميموري اللي راح نستخدمه ببنائه، توشع انه الرقم اللي راح يطلع لنا زوجي لازم دائما، لانه راح تقسمونه على 2 ايفن واود بانك. الان لما قسمنا 128 كيلو على 64 كيلو، هذا الرقم 2 ايش يعني؟ يعني انه عدد ال 64 كيلو في 8 رامز اللي راح نحتاجه هو ايش قد يساوي؟ معي طلاب ايش قد يساوي؟ 5 جرام بلو. يعني هي ست، يعني 2 راح نحتاج. نعم راح نحتاج. طب ال 64 ب 8 خطوط بيانات بالضبط، هذول راح نحتاج 2. زين هسه السؤال الاخوه، كم رام اكو ان ايتش بانك؟ نمبر اوف رامز ان ايتش بانك. اي تو واحد بكل واحد بانك. بانك. نعم بالضبط. التوتال نمبر اوف ادريس لاينز فور ذا 128 كيلو بايت ميموري. ال 128 كيلو بايت ميموري هي الميموري الكبيره او الكليه اللي احنا راح نربطها. زين يعني عدد الخطوط مال الادريس اللي راح نحتاج لها ايش قد داتو؟ ايش نعمل؟ مش هي كم لوكيشن بيها؟ نحوله اي 2 للاس مثل ما اخذنا من الحلقه السابقه، وهذا الاس راح يكون هو يمثل عدد خطوط الادريس اللي احنا نحتاجه حتى نعنون هاي الميموري. نحتاج انه نعرف عدد خطوط الادريس بهاي الميموري الكبيره، وعدد خطوط الادريس للميموري للبلوكات الصغيره اللي راح نكونها بها ل 64 كيلو. فنجي ال 128 كيلو ايش قد داته؟ 2 للاس ايش قد؟ الكيلو هي 2 للاس 10. زين 128 هي 2 للاس ايش قد؟ 2 اس سبعة. ال 64 لحقوا 32 2 أس 5، ال 64 2 أس 6، وال 128 2 أس 7. 2 أس 7 في كيلو اللي هي 2 أس 10 17. 2 أس 17؟ نعم. هاي 128 كيلو هي 2 أس 17، فبالتالي أنا راح أحتاج 17 خط أدريس اللي عنونت هاي الميموري كاملة كلتها شيء على شيء. زين نجي على البلوك الواحد الصغير اللي حجمه 64 كيلو، هذا ايش قد يحتاج؟ كم خط لخطوط الادريس العنونه؟ ايضا نعرف من حجمه 64 كيلو هي 2 اس ايش قد؟ 2 اس 6 16. ال 64 صح 2 اس 6 مضروبه في كيلو 2 اس 10، ف 2 اس 16، فبالتالي نحتاج الى 16 خط من خطوط الادريس لكل واحد من هذول البلوكات. زين ايش راح نقوم بهذا الرابط؟ زين نجي على السلايد اللي بعده. احنا هاي الملاحظة الاولى ذكرناها انه نقسمهم الى even odd bank مهما كان عدد البلوكات اللي عندكم تقسمونه على 2. يعني اذا مثلا كان عندكم 8 بلوك طلع لكم انه تحتاجون 8 بلوكات تقسمهم 4 ب 4. هسه عرفنا عدد خطوط الادريس الكلي اللي راح نحتاجه لهاي الميموري، وعرفنا عدد خطوط الادريس اللي راح نحتاجه لكل واحد من هذول البلوكات. نيجي الخطوه التاليه نرسم هذا الرسم، ما رسم عفوا، وانما نكتب الادريس اللي اعطانا هو بالسؤال نكتبه بالباينري. فاعطانا انه الستارتنج، طبعا هذا اسمه الستارتنج ادريس او عنوان البدء مال هاي الميموري، هو يتراوح من اي 0 الى اي طبعا 19، لانه ال 86 مايكرو بروسيسور الفيزيكال ادريسز مالته هي 20 بت. نجي هاي ال 20 بت نكتبها بالباينري ونغشع شلون راح نقسمها، ايما بالتات منها راح ناخذها حتى نعنون الميموريز مالتنا، الاي نوت ايش راح نعمل له، البتات اللي راح تبقى من الاخير ايش راح نعمل له. هذه الشغله كلش مهمه وهي تقريبا الاساس مال الربط. يعني انتم اذا عرفتم تربطون خطوط الادريس بالطريقه الصحيحه، هاي هي انتم ضبطتم الماكرو بروسيسور حتى يتعامل مع الميموري، فهي الشغله كلها هون، يعني الاساس هون. تعالوا على
الخطوة السابقة قلنا أنه لاحظوا عدد الخطوط مع الأدرس اللي راح نحتاجه حتى نعنون الميموري كلة الكبيرة مالتنا كاملة هو 17، لكن كل بلوك من عندهم من هذول التنتين الرامين اللي راح نحتاجهم من 64 كيلو، كل وحدة راح تحتاج إلى 16 خط. هاي 16 خط طبعا يعني هاي هي إيش قد كلتها 17، فهي من أي نوت إلى أي 16، لكن إحنا راح نربط فقط من أي 1، نربط فقط من أي 1 إلى أي 16 إلى كل وحدة من البلوكات مال الرام. إلى كل واحدة من البلوكين الاثنين راح ندخل له خطوط الأدرس من A1 إلى A16. هاي انتهينا منها. نجي الآن على أي نوت اللي هو البت 17 اللي نحتاجه حتى تكون الميموري مالتنا مضبوطة. ومثل ما أخذنا بالمحاضرة السابقة، أي نوت راح يربط إلى الشيب سيلكت مال الإيفن بانك بطريقة معينة راح ناخذها هالساعتة. يربط إذن على الشيب سيلكت. ونجي على خطوط اللي هي من 17 و18 و19، قيمتهم هي 001. هذولي ثلاثة أيضا غيح ندخلهم على الشيب سيلكت مال بس طبعا الشيب سيلكت مال الإيفن بانك مال الأود بانك، وبعدين غيح أشرح لكم إنه ليش. القيمة مالتهم الـ A17 و18 و19 طبعا هي 001، لأنه هو عطانا أنه الستارتينج أدرس هو 20,000، هاي متفقين عليها. هذه الصفر والصفر والواحد لما نجي ندخلهم على قلنا على الجيب سيلكت عن طريق ناند جيت، هاي الناند جيت راح تضمن لنا أنه فقط في حالة أنه أي نوت هو أي 19 هو صفر، أي 18 هو صفر، 17 هو واحد، فقط في هاي الحالة راح يتم تفعيل الهاي بانك أو اللو بانك. أي واحد من هذول الثلاثة تكون قيمته غير هاي القيمة المكتوبة هون أمامنا، غيح ما تتفعل هاي الميموري أو ما يتم التعامل معاها. فبالتالي إحنا حددنا نفسنا أنه يعني إحنا مجبرين إنه نتحدد بالأدرس، لأنه إحنا مثل ما قلنا لكم قد نربط ميموري حجمه هي أقل من الحجم اللي ماكو بسيسر متعود يتعامل معانه. فأكو رينج من الأدرس اللي إحنا راح تقع ضمن هاي الميموري، ورينج يعني أي أدرس خارج هذا الرينج ما غيح يروح على هاي الميموري مفروض. فأشنو الشيء اللي يخلينه ما يروح على هاي الميموري؟ أنه نربط 17 أي 17 وأي 18 وأي 19 إلى الجيب سيلكت مال الإيفن والأود بانك اثنيناتهم. فبالتالي أي قيمة غير هاي الصفر بصفر بواحد، أي قيمة غيرهم راح تعتبر خارج الرينج مال الأدريسنج مالتنا، وبالتالي ما غيح يشتغل الشيب سيلكت لا مال الاود بانك ولا مال الايفن بانك. خليها ساعتها شنو نوشع الربط اللي غيح يكون شوية يعني اوضح لكم من غيح نحكي. انتم بعد ما عملتم هاي الامور، اول شيء حسبتم عدد الادرسز مال الميموري كلية ومال كل بلوك، حسبتم كم بلوك يحتاج لكم بالبنك الواحد. انتم هسه قادرين على انه تبدون بالرسم اللي هو المطلوب، هو قال لكم بسؤال ديزاين بهاردوير ايش تجون ترسمون البلوكات اللي بالايفن بانك واللي بالاود بانك. رسمناهم طبعا قلنا واحد بواحد، وطبعا شلون وسط قلنا نكتب الاسم مال البلوك بداخل وبالوسط، نكتب حجمه ونكتب هل هو رام او روم، ونفس الشيء بالنسبه لهذا البلوك، ونكتب فوق هوني نكتب الهاي بانك أو أود بانك، هوني تكتبون لو أو الإيفن بانك. الآن إحنا قلنا عندنا ثلاث أشياء مهمة، لازم ثلاث بصز لازم تربط، البص اللي هو يمثل الأدرس لاينز، والبص اللي يمثل الداتا لاينز، والبص اللي يمثل الكنترول لاينز. الكنترول لاينز هي من الريد والرايت والجيب read و write، و chip select أيضا يعتبر إشارات control راح تجينا من الماكروبروسيسر، لكن نحن راح نربطها بطريقة معينة. لاحظوا خطوط الداتا هذا الشيء ثابت، إنه low bank ينقل الداتا على D note إلى D 7، بينما high bank راح ينقل على الخطوط من D 8 إلى D 15. هاي إحنا متفقين عليها وثابتة ما تتغير، يعني هذه أبد لا تنسوها.
شيء ثابت وتعملوها input output. ليش؟ لأنه الذاكرة اللي خلنا نربطها هون هي عبارة عن RAM، وبالمناسبة أنا ما أجيب ROM، ما أجيب ربط ROM، دائما أجيب ربط RAM، فإنه دائما أنت ما غير حتخلون أكوش. طبعا إيش الفرق؟ فرق جدا جدا بسيط، لا شيء، إنه هذه الدينال ال D7 فقط تعملوا output ما تعملوا اتجاهين، وهوني بدل ما يكون عندكم read enable write enable راح يكون عندكم read enable فقط. على كلين أنا دائما أجيب رابط رام. الآن بالنسبة لخطوط read enable write enable وين صبغة تربط؟ راح تربط على خط read bar و write bar اللي من وين جايين؟ جايين من المايكروبروسيسور، وطبعا هي نفس الخط هوني وهوني، وهذا رايت همينا نفس الخط هوني وهوني، لكن احنا حتى لا يصير هوسه بالخطوط وتتداخل الامور فكتبتهم بهذا الشكل. الان نجي على خطوط الادرس. قلنا كل واحد من ذوي البلوكات بما انه حجمه 64 كيلو فيحتاج الى انه يكون عنده 16 خط من الادرس، واللي راح نربط له من اي واحد الى اي 16 اللي جايين من الاي تي 6 مايكروبروسيسور. لاحظوا شلون رسمتهم، يعني هذا صح انا عبرت عنه بخط واحد، بس راح يكون يعني من الصعب انه اجي ارسم 16 خط هوني، ما يصير هوسه. فهي لما يرسمون الهاردوير ايش يعملون؟ يرسمون خط واحد ويرجعون يكتبون علينا انه هذا 16 ادريس لاينز، فاننا اعرف انه هذا بس، وايضا من هوني من الشيء المكتوب هوني اعرف انه هذا بس كامل وليس خط واحد. وتكتبون علينا هو كم يحتوي على كم لاين او كم بت. هسا نجي على الربط مال الشيب سيلكت اللي هو اهم نقطه بالموضوع. قلنا البتات اللي راح تبقى عندنا حتى نربط على الشيب سيلكت هي منو؟ الاي نوت والبنك هاي انيبل. نحن نعرف انه اي نوت لازم يربط على اللو بنك، والبنك هاي انيبل راح يربط على الهاي بنك. وعدنا الخطوط الثلاثه اللي بقت بالاخير اللي ما ربطناها اللي هي اي 17 اي 18 واي 19. اذا هون عندي اربع خطوط، هون عندي اربع خطوط. هاي الخطوط راح تربط على الشيب سيلكت كالتالي: نجيب بوابة ناند، زين، راح تشتغل بمثابة، راح تقوم بعملية ديكودينج. هذه الناند جيت هي شغله انه لما تكون الادخالات مالتها كلتها يعني كلتها مفعلة غيح يجيها، يعني ما تكون الادخالات مالتها كلتها واحد اش راح تطلع؟ صفر، زين. فلما هذول كلتهم الخطوط يصيرون واحد عليها طلعت صفر، ايش عملت من طلعت صفر؟ فعلت الشيب سيلكت وبالتالي فعلت البنك. ونفس الشيء راح نحتاج الى ناند اخرى للايفن بنك. الادخالات من اي 17 اي 18 اي 19 هو اعطانا بالسؤال، قال لنا الستارتنج ادريس مالنا 20000 وحللنا وعرفنا انه اي 17 راح تكون واحد بالنسبه ل 20000 و 18 و 19 راح يكون صفر. ولهذا احنا شلون دخلناهم الاي اللي او بت الادريس اللي قيمته واحد ندخله مباشره من دون انفرتر، بينما اللي قيمتهم صفر راح يدخلون الى انفرتر وبعدين يدخلون على ناند جيت. بالنسبه طبعا هذا الشيء يعني 17 و 18 و 19 لاينز هذول الثلاثه نفسهم يدخلون على هاي ناند جيت وهاي ناند جيت. لكن اللي راح يفرق بين هذول الناند جيتين انه بالنسبه للايفن بانك راح نربط مع هذول الثلاث خطوط، نربط الاي نوت، زين، وبالنسبه للناند جيت مع الهاي بانك راح نربط البنك هاي انيبل بدل اي نوت. فهذا هو الفرق الوحيد ما بين الناند جيتين. وهذا الشيء راح ايش يعمل؟ يقول لما تكون اي 17 و 18 و 19 لما يكونون واحد بصفر بصفر، زين. الان اي ناند جيت راح تشتغل اعتمادا على الاي نوت والبنك هاي انيبل. اذا كانت اي نوت تساوي صفر تساوي صفر، هسه هذول هون بهاي النقطه فات على الناند جيت، ايش فات له؟ فات له واحد بواحد بواحد. باقي إيه هذه اي نوت اذا كانت صفر تقلب تصير واحد، صارت ادخالات مع الناند جيت كلها واحد، ايش طلعت لما ادخالاتها كلها واحد؟ ايش تطلع الناند طلاب؟ صفر راح تكون تطلع صفر. نعم، من تطلع صفر تجي على الشيب سيلكت صفر، فاش يصير؟ يتفعل اللو بانك
ويشتغل ويعطي أو ياخذ داتا حسب الشيء الموجود على هاي الخطوط مال address lines. إذا كانت الـ A-node تساوي 1 معناته الـ address مالتنا odd، فحتى لو كان الـ address الـ A17-18-19 حتى لو كان 1 بصفر بصفر بالـ A-node غير تخلي هاي الناند جيت أش تعمل؟ ما دام يجينا هون 1 ويرجع يقلب يصير 0، فالإخراج من الناند جيت راح يكون بكل الأحوال هو 1 ويتوقف اللوبانك عن العمل، في حين أنه إذا كان طبعاً الأدرس odd البنك هاي enable راح يكون مفعل يعني يكون 0، يجينا 1 هوني وهذول من راح يجينا 1 بواحد بواحد منهم، فالناند جيت مال odd بنك راح تكون 0 ويشتغل chip select ويتم إعطاء أو أخذ داتا على الهاي داتا لاينز اعتمادا على الشيء الموجود على خطوط الأدرس من A1 إلى A16. فهذا الربط مال الناند جيت كلش مهم، وأهم شيء أيضا أنه تعرفون ليش وصب إحنا على يا خط نخلي إنفرتر وعلى يا خط ما نخلي إنفرتر. بالنسبة لأي نوت البنك هاي إنيبل لازم تخلوا لهم إنفرترز حتى نضمن أنه لما نغيد يشتغل مثلا الهاي بنك البنك هاي إنيبل راح يكون صفر يرجع يقلب يفوت واحد على الناند جيت، ونفس الشيء بالنسبة لأي نوت لما يكون الأدرس إيفن نغيد هذا يشتغل فالأي نوت راح يكون صفر يقلب يفوت واحد على الناند جيت، بالإضافة إلى واحدات من هذول الخطوط طبعا نعرف إحنا عليه من نخلي إنفرتر عليه من ما نخلي بحيث نضمن من يعني يكون الأدرس ضمن الرينج المطلوب غيح تدفع على الناند جيت المطلوبة. طبعا ممكن حالة انه يكون عندنا 16 بت مثل ما اخذنا بالضبط بالميموري مال 86 بالمحاضرة السابقة، اذا كان مطلوب التعامل مع 16 بت كل من اي نوت والبنك هاي نيبل راح يكونوا مفعلين اذا كان الادريس زوجي، واذا كان الادريس فردي فراح يتم عملية النقل على مرحلتين، المرحلة الاولى راح يكون البنك هاي نيبل مفعل والاي نوت لا، والمرحلة الثانية او البص سايكل الثانية بالعكس. أحد منكم عنده أي سؤال أو أي شيء ما مفهوم عن هذا الإكزامبل؟ أسئلتكم طلاب؟ إن شاء الله يكون واضح الـ يعني الموضوع. فهسه بس يعني أهم شيء أنه تعرفون إذا كان يعني شوفوا هذا هون يعني لما حللتوا خطوط الادرس الى الباينري وكتبتوهم بهذا الشكل راح نعرف انه الرينج مال الادرسينج مالتنا مال هاي الميموري هو طبعا يبدا بال 20000 هكسا ك الستارتنج ادرس، ومنه ممكن انه نعرف اشنو هو الاندنج ادرس مال هذه الميموري. شلون نعرف الاندنج ادرس؟ الاندنج ادرس انه يعني ممكن يجيكم بالسؤال اوكي انا اعطيتكم starting address اشنو هو الending address، غير حنقول انه 17 و18 و19 هذول الخطوط مال الادرس هي مثابتين، زين هي مثابتين على 1 بصفر بصفر. ليش؟ لانه احنا البنكات مالتنا اللي احنا كنا ربطناهم حجم 64 كيلو كل وحدة يحتاجون الى 16 خط، زين والميموري كلية اللي احنا قد نتعامل معاها تحتاج 17 خط، طبعا اذا حسبنا الاي نود فصاروا 17 خط، فاحنا هذول هي من راح يتغيرون من اصفار الى وحدات، زين بالنسبة لاي 17 و18 19 يبقون مثل ما هي، هذول غيح تبدلوهم بس ما بدل انه يكونوا كلهم اصفار راح يكونون كلتهم وحدات، من تكتبون كلهم وحدات ايش قد راح يطلع لكم الرقم المطلوب من يقلي يعني من اي نوت الى اي 16 كل معملوا واحدات، زين 17 و18 و19 غير يكونون واحد بصفر بصفر شيء ثابت، فايش قد من يجاوبني من يقول ايش قد غير يكون الاندنج ادريس؟ 63FFF صح، اي 4 افات وبالاخير 3. نعم اذا جاكم هكذا سؤال تعرفون شلون تطلعون الـ ending address، انه كلهم تعملوا موحدات ما عدا البتات الثابتة اللي راح تدخل على الناند gate.
مهما كان الادرس، يعني انت يعني من يعطيك من الستارتنج ادرس، هذول ثلاث بتات جوز يكونوا غير شيء، ما يكونوا واحدة بصفر صفر، جوز يكونوا كلهم واحدات، جوز يكونوا كلهم اصفار، او مشكلين وحدات واصفار، جوز يكونوا ما بس ثلاثة، بت يكونوا اربعة او خمسة، المهم هي مثابتين على الشيء اللي كان اعطاكم هو، ومن تريدون طلعوا الاندينج ادرس، بس باقي البتات اللي راح تدخل على الميموري الكلية اللي هم هذول 17 خط بهذا الاكزامبل، هذول كلهم تعملوهم واحدات، ترجعون تشعون ايش قد راح يطلع لكم الاندينج ادرس، اللي هو ايضا راح يحتوي على طبعا يتكون من 20 بت. اذا مفهوم وما عندكم اي سؤال؟